درست التاسع، تعبت حوالي كذا، أخذت التاسع بمجموعة 255 من 280، وكملت دراسة، درست تحضير سنة وتقريبا نص، تقريبا سنة ونص ضليت أدرس تحضير للبكالوريا، وبدي أقدم بكالوريا علمي كنت هاي السنة، وما قدرت أقدم بكالوريا علمي بسبب آخر تهجير الحملة اللي عملها النظام على الريف حلب الغربي وأرياف إدلب. طالب عبد الرحيم بيعاني من شلل نتيجة إصابة حربية. الطالب يعني هو أكبر من زملائه بخمس سنوات، لكن محبوب من قبل الطلاب ورفقاته، وفي تعاون بينه وبين الطلاب بشكل كبير، بيساعدوه إنه يطلع على الصف، بيساعدوه لما بيطلع بالفرصة. طالب ما شاء الله عليه، يعني طالب شاطر، عنده هدف، عنده حلم عم يسعى له. عندي المشكلة إنه من دورة عز للدانة صعب أوصل، مكاري المدرسة للترمانين تنتهي خطة، أنا من هون من دورة عز للترمانين بدي أطلع تقطيع، وأنا معي شلل وكذا وبمشي على بوكر وما فيني أتحرك كتير، وجرحي ما فيه كتير إنه يتحمل ضغط كتير، عندي جرح ما فيه يتحمل ضغط كتير بفتح. أنا حلمي يعني إني أصير دكتور جراح، حلمي إني أدخل مجال الطب.